السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أخذنا سابقا على سطح المريخ، ذهبنا في رحلة مع تلاميذ الطاقم الأفراد الخمسة من الأرض، انطلقوا بالنفاثة واحد إلى كوكب الأحمر الذي سمي كذلك بسبب التربة الحمراء التي توجد بداخله. سنراجع بعض الفقرات التي أخذناها سابقا والتي سنستطيع من خلالها حل تمارين، وهي على سطح المريخ صفحة 12. بعد رحلة استمرت أشهرا وصلت بنا المركبة نفاثة واحد إلى الكوكب الأحمر يوم الجمعة الرابع من تموز سنة 1997. لم نبدأ رحلة الاستكشاف على سطح المريخ إلا بعد أن تلقينا الأوامر من مركز القيادة في بيروت، فانطلقت السيارة الآلية فرناس فوق وسادة هوائية. أخذنا نتجول بحذر كأننا ننتظر أن يخرج إلينا سكان المريخ بأسلحة لم نعرف مثلها من قبل. يا الله، ما أروع هذا المشهد، صخور متناثرة فوق غبار أحمر. فجأة أحسسنا بارتجاج السيارة بنا، فدب الذعر في قلوبنا. قالت ندى بصوت منخفض كالخائفة: تمهلوا، إني ألمع خلف الصخرة جسما يتحرك. قلت: لا يا ندى، هذا وهم. غادرنا المريخ بعد أن رفعنا على أرضه علم لبنان ولافتة كتب عليها: نحن من الأرض نريد السلام، وأخذنا عينيات صخور وعدنا إلى الأرض بسلام. أريد منكم أن تقوموا بحل بعض التمارين عن هذا الدرس. السؤال الأول: ابحث في المعجم عن معاني الكلمات الآتية. ألمح، ما معنى ألمح؟ جاءت تمهلوا، عندما قالت ندى تمهلوا، إني ألمح خلف الصخرة جسما يتحرك، ما معنى ألمح؟ ألمح أي أنظر نظرة سريعة، أنظر نظرة سريعة وخاطفة إلى الشيء. ارتجاج، ما معنى ارتجاج؟ أين ذكرت ارتجاج في هذه؟ ارتجاج هنا. فجأة أحسسنا بارتجاج السيارة بنا. عندما مروا على صخرة ارتجت السيارة، ما معنى ارتجت؟ ارتجت أي عندما ترتج، أي تهتز أو تضطرب. إذن اهتزاز ارتجاج، اهتزاز أو اضطراب. لافتة، عندما وضعوا لافتة في على المريخ، لافتة كتب عليها نحن من الأرض نريد السلام، ما معنى لافتة؟ اللافتة هي إعلان أو صورة توضع في مكان بارز من أجل لفت الانتباه إليها وإبراز بعض الكلمات أو المعلومات إلى الآخرين. إذن يمكن أن نقول عنها لوحة لافتة، أي لوحة سواء بصرية أو مكتوبة على خشب أو معدن، لوحة من خشب أو معدن كتب عليها معلومات تكتب عليها بعض المعلومات. إذن أريد منكم استخراج كلمات وتعابير تدل على الخوف. أين خافوا؟ هنا في المقطع التالي. أخذنا نتجول بحذر، عندما نزلوا من السيارة أخذوا يتجولون بحذر. إذن نتجول بحذرين. أيضا أين ذكرت؟ كأننا ننتظر أن يخرج إلينا سكان المريخ بأسلحة لم نعرف مثلها من قبل. يا الله، فجأة أحسسنا بارتجاج السيارة بنا، فدب الذعر في قلوبنا. ما معنى دب الذعر في قلوبنا؟ أي خفنا خوفا شديدا، أخذناها سابقا في شرح المفردات. وأيضا بحذر، فجأة عندما قال
فجأة أحسسنا فجأة. أيضاً إذن ننتقل إلى السؤال الثالث، على ما يدل رفع علم لبنان على أرض المريخ؟ طبعاً في هذا النص هو مزيج بين الخيال والحقيقة، لأنها لم نذهب فعلياً إلى المريخ، بل هناك مركبة تسمى باث فايندر أمريكية ذهبت ولم تحمل بشراً عليها، ولم يذهب أحد من لبنان إلى كوكب المريخ، إن شاء الله يتم الذهاب إليه. على ما يدل رفع علم لبنان على أرض المريخ؟ يدل على اعتزاز أفراد الطاقم بعلم بلادهم وأنهم وصلوا إلى المريخ. ننتقل ثانيا إلى صياغ وتراكيب. صياغ وتراكيب هذه مجموعة من الكلمات والعائلة ومعجم الكلمة. مثال: كشف، استكشف، الاستكشاف. من خلال الإيحاء أو المحاكاة والتمثيل أريد منكم تقليد هذه الكلمات. انتبهوا إلى الأحرف التي تكررت هنا: ألف، سين، تاء. استكشف هنا علم، استعلم، خرج، استخرج. إذن استخرج. عمل، استعمل. استعمل هنا الاستكشاف، هنا استكشف الاستكشاف. الاستكشاف هي مصدر لا استكشف، أي أنه الأم أو الجذر، جذر الاستكشف هو الاستكشاف. هنا استعلم الاستعلام، استخرج الاستخراج، استعمل الاستعمال، الاستعمال. هكذا نقوم بحلها. في التمرين الآخر الثاني: تعجب من روعة ما تشاهده. تعجب من روعة ما تشاهده. إذا تعجبت من بياض الثلج أقول، إذا تعجبت من بياض الثلج أقول ما أشد بياض الثلج. ولا أنسى أن أضع إشارة التعجب. ما أشد، لا أقول ما أبيض الثلج لأنها شاذة. إذا تعجبت من عظمة الخالق أقول ما أعظم الخالق. إذا تعجبت من جمال الربيع أقول ما أجمل الربيع. وإشارة التعجب هي تأتي على صيغة ما أجمل ما أفعل، وهذه ستأخذونها في السنوات المقبلة صيغة ما أفعل. نضع الكلمة ما، ومن ثم نضع الكلمة التي بعدها فيها ألف ونكمل: ما أجمل، ما أروع، ما أعظم. هكذا ننتقل إلى السؤال الأخير: الفعل المضارع والماضي. نريد أن نستخرج من المقطع الثالث الفعل الأفعال الماضية والأفعال المضارعة ونصنفها. أخذنا، أخذ، نضعها في الماضي. أخذنا أيضا، أخذنا، نتجول، ننتظر، يخرج، نعرف، فوق غبار، فجأة أحسسنا بارتجاج السيارة، دب الذعر في قلوبنا،
قالت ندى بصوت منخفض كالخائفة: تمهلوا، إني ألمح خلف الصخرة جسما يتحرك. قلت: لا يا ندى، هذا وهم. إذن هذه هي الأفعال، سنقوم بتصنيفها هنا. أخذنا أيضا نتجول، نضعها في الفعل المضارع نتجول. لا ننسى أن أحرف المضارع مجموعة في كلمة أنيت. أيضا ننتظر، ننتظر. أيضا يخرج، نعرف. دب في الماضي، دب. أيضا قالت. لاحظوا في الكلمة الأولى هنا، صحيح أنها ألف في أولها لكنها شاذة. هناك بعض الأفعال التي تكون ماضية وأصلها ماضي وأولها تكون ألف، فليست قاعدة دائما نظامية. أنيت. إذا قالت أيضا تمهل، ألمح، ألمح. أين أضعها؟ في المضارع. أيضا قلت في الماضي. هكذا نكون قد انتهى درسنا فيه، وأتمنى لكم التوفيق.